اليوم احنا هنا اليوم بنادي المحامين بالرباط بصدد مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية ومدى يعني مدى مواكبته او مدى تفعيله لضمانات المحاكمة العادلة وكذلك الاحترام للحقوق والحريات. هذا المشروع كيجي في اطار سلسلة هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من الموائد المستدامة اللي قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها من أجل إبداء الرأي والمقترحات وكذلك توصيات بخصوص من المشاريع القوانين الكثيرة اللي صدرت مؤخرا وبوفرة منها وما عرض على أنظار البرلمان ومنها ما لازال في طور العرض ومنه القانون الجنائي وكذلك قانون المسطرة المدنية مشروع المسطرة الجنائية مشروع المسطرة الجنائية وكذلك قانون الإضراب وكذلك قانون مدونة الشغل وكل مشاريع القوانين اللي معروضة على أساس أن الجمعية كتهدف إلى صياغة مذكرة مطلبية بخصوص مشاريع هذه القوانين. مع أن نحضروا في هذا اللقاء المنظم طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمناقشة وإبداء وجهات النظر حول مشروع تغيير وتسميم قانون المسطرة الجنائية. هذا القانون المسطرة الجنائية الحالي الآن عمر لما يقارب 21 سنة، طبعا ظهرت الكثير فيه من النواقص وهو مستعى التحرك استجابة لمطالب الجمعيات لمطالب المهتمين بشأن العدالة لرجال القانون بشكل عام وللمتغيرات الكثيرة التي عرفها المغرب خاصة بعد المصادقة على دستور 2011. إذن كان لابد من التفاعل، فهل كان هذا التفاعل في حجم دستور 2011 أم غير ذلك؟ نحن كمحامين أو كفاعلين جمعويين وبمجرد اطلاع بسيط على مقتضيات هذا المشروع تبين أن هناك مجموعة من النواقص أو مجموعة من النصوص التي من شأنها أن تعود بنا إلى الوراء. فأول الأشياء مثلا المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أو المشروع قانون المسطرة الجنائية، هذه مادة طرحت الكثير من الجدل. هذه المادة قيدت النيابة العامة اللي هي الأصل ديال الدعوة العمومية، فكيف يعقل أن الوكيل العام لمحكمة النقد في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة من جرائم الاعتداء على المال العام عليه أن يتوقف وينتظر تقريرا إما من مجلس الحسابات أو من المفتشية العامة لوزارة المالية أو للمفتشية ديال باقي الوزارات؟ هذا أمر غير مقبول. هذا أمر أولا الغرض منه هو التضييق على المجتمع المدني الذي قام بأدوار طلائعية في الدفاع عن المال العام وحمايته والتنبيه لكل الخروقات التي كانت تطاله، بل أكثر من ذلك أنه تجاوز الجمعية ديال المجتمع المدني، تجاوز الأشخاص، تجاوز المهتمين، بل أنه جرأ حتى على النيابة العامة. هو حق أريد به باطل. لماذا؟ لأن الجمعيات أصلا لا تحرك متابعات، الجمعيات تقدم شكايات. الجمعية كيبلغ العلم ديالها بالتحريات ديالها وعلاقتها مع الفاعلين في حماية المال العام كيبلغ إلى علمها ارتكاب جرائم ضد المال العام. شنو كدير هاد الجمعية؟ كتحرك المتابعة. هاد الجمعية كتمشي تقدم شكاية للنيابة العامة، النيابة العامة هي كتولى المتابعة، أو في كثير من الأحيان قاضي التحقيق هو اللي كيتولى المتابعة. إذا علاش نخلوا يد الجمعية في تقديم شكايات؟ أكثر من ذلك، لو كان هاد الكلام صحيح علاش غنخلوا يد النيابة العامة في تحريك المتابعة؟ راه النيابه العامه ما بقاش عندها حق تحرك المتابعه الا بعد تقرير مجلس الحسابات. كيف يمكن مثلا ان نتصور بان وكيل عام ديال محكمه التصنيف باي محكمه في المغرب او وكيل مالي ديال محكمه ابتدائيه بلغ الى علمه او توفر لديه من الوسائل ما يكفي للمتابعه بجرائم المال العام؟ ما عندوش الحق، ما عندوش الحق لانه ما عندوش تقرير مجلس الحسابات وما عندوش تقرير للمفتشيه الترابيه المفتشيه ديال الوزارات. إذن هذا حق مورد به باطل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مثلا متعلقة بالمادة السابعة. المادة السابعة جات في إطار القانون الساري المفعول اللي استغرق أكثر من 21 سنة، كانت تعطي الجمعيات المجتمع المدني اللي عندها صفة المنفعة العمومية أنها تنتصف كطرف مدني في حالة ما إذا انتهك حق من الحقوق اللي كتدخل في إطار الأنشطة ديالها أو النشاط الأساسي ديالها اللي كينظموا القانون الأساسي ديالها. دابا الآن ما كتبقاش عندها الإمكانية. تصور مثلا حنا جمعية غير حقوق الإنسان
ظهر لنا واحد انتهاك ديال حق من حقوق المواطنين او بحق حقوق الانسان اللي كيدخل في اطار الانشطه ديالنا، وكان المعتاد متابع ما عندناش حق نتنصبوا كطرف مدني الا بعد موافقه ديال وزاره العدل.